برنامج بورتفوليو يأتيكم برعاية بيرمال لينكولن وميريل لينش. أهلا بكم في أولى حلقات بورتفوليو أو محفظة استثمارية. أنا دينا سالم وسيكون معي على مدى الحلقات طارق الحفار النائب الأول لرئيس قسم الاستثمارات في مؤسسة ميريل لينش لندن. أهلا بك يا طارق. أهلا دينا. وسنأخذكم في هذا البرنامج إلى دنيا الاستثمار، فقد أصبحنا الآن في عالم يحكمه الاقتصاد وكلنا يستثمر أمواله بشكل أو بآخر، بداية بمن يشتري عقارا على أمل ارتفاع سعره في المستقبل، مرورا بمشتري السندات الحكومية، وانتهاء بمن يتعاملون في البورصة. لكن ما هو الشكل الأمثل للاستثمار؟ وهل تصلح كل الأدوات الاستثمارية لكل الناس؟ هذه الأسئلة سنجيب عليها في بورتفوليو. هذا البرنامج يعتبر أول شراكة من هذا النوع لمؤسسة ميريل لينش العملاقة مع قناة عربية. سنقدم لكم خبرة ميريل لينش العريقة في مجال الاستثمار من خلال طارق الحفار، وسنستضيف في كل حلقة أبرز خبراء الاقتصاد والمال في العالم. وبداية يتجه المستثمرون باختلاف أنواعهم وقدراتهم المالية إلى مجالات عديدة، فهناك مستثمرون كبار ويعملون على نطاق كبير مثل سوروس أشهر مضارب في التاريخ، وهناك أيضا الأشخاص العاديون الذين يقتصر اهتمامهم المالي على الادخار في المصارف للحصول على فائدة معروفة. ولكن مهما كبرت أو صغرت استثماراتك، لابد أن تعرف أولا الأدوات الاستثمارية قبل الدخول في هذا العالم. فالتقرير التالي نلقي ضوء سريعا على أبرز أدوات الاستثمار: النقد والأسهم والسندات والعقارات. الكل يتحدث عن الاستثمار ويرتبط هذا الحديث بتحقيق الأرباح. ليس هناك طريقة واحدة، ولكن تختلف أساليب الاستثمار باختلاف أنواع المستثمرين وما يفضلونه. سبب توجه توجه المستثمرين بشكل عام إلى أسواق الأسهم هو لأنه هو المجال الوحيد اللي ممكن الواحد يستثمر فيه يعني بسرعة ويضع أمواله فيها ويحصل على عائد كبير. أيضا وسائل الاستثمار الأخرى مثل العملات، سوق العملات والسلع، قد يكون التركيز الإعلامي عليها قليل جدا أو معدوم نهائيا. هنالك كذلك السندات المالية التي تعتبر سوقا جذابة لأن المخاطر فيها أقل. الاستثمار بسندات الخزينة هو أضمن شيء وأريح راس من الأسهم لأنه بتضمن الدولة. ولكن هنالك من يرى أن وضع النقود في البنك وجني الربح من خلال الفوائد هو الأفضل، ولعل سوق العملات تعد الأكثر إثارة للمتعاملين وإن لم تكن سوقا بالمعنى التقليدي. استثمر في العملات لأنها تحتوي على مخاطر عالية، وبالتالي احتمال أنك تكسب يعني بشكل كبير، وأيضا مع الأخذ في الاعتبار أنه ممكن تخسر أيضا بشكل كبير. المشكلة الوحيدة الموجودة في التداول في العملات اللي هي أنه تتطلب ثقافة عالية يعني في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة ومتابعة الأحداث السياسية والمتغيرات في العالم يعني. يضاف إلى ذلك القطاع العقاري الذي طالما كان ملاذا آمنا للمستثمرين، حيث أن أسعار الأراضي والمباني سلكت اتجاها صعوديا منذ سنوات، ولعل الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج خير دليل على ذلك. وفي نهاية المطاف، لكل واحدة من أدوات الاستثمار هذه فوائدها، ولكل مستثمر ما يناسبه، وتبقى له حرية الاختيار. إذن أشرنا في التقرير إلى أدوات الاستثمار الرئيسة، ولكن هذا لا يعني بالطبع أنه لا توجد أدوات بديلة، ربما من أشهرها صناديق التحوط أو الهيدج فاندز. طيب، ما الذي يجعل مستثمرا يتجه إلى إحدى هذه الأدوات دون غيرها، بينما يختار الآخر التنويع بين أدوات مختلفة؟ دعيني أبدأ بأبسط تصنيف، ذلك الذي يجمع النقد والسندات. النقد كما أسلفنا هو الودائع التي نضعها سائلة في المصارف فتحقق لنا ريعا معينا. أما السندات هي الأوراق المالية التي تستدين بموجبها شركات أو حكومات أموالا على أن تردها بريع ثابت وفي أجل محدد. طارق، لكن العائد هنا ليس مغريا بالنسبة للكثير من الناس.
لكنه مضمون نسبيا، وهذا هو النموذج المحافظ أو الكونسرفاتيف موديل الذي لا يرغب في خوض مخاطر كبيرة. بالنتيجة السندات التي تحدثنا عنها تصدرها الحكومات أو المؤسسات وشركات كبيرة، بالتالي درجة المخاطر عليها محدودة. يعني ما تقوله أن رغبة المستثمر في زيادة الربح سترتبط أيضا برفع نسبة المخاطر، لذلك يتجه الناس للاستثمار في الأسهم. التوجه إلى الأسهم لا يعني إخفال السندات والكاش، بالعكس المطلوب هو إيجاد التوازن أو الإكويليبريوم بوينت في البورتفوليو، ونوزع بين مختلف الأدوات. في التصنيف المحافظ حيث الهاجس هو الحفاظ على رأس المال، نتحدث عن 80% كاش وبونز و20% أسهم فقط. طيب هل يمكننا إجراء تنويع في أي بورتفوليو بحيث يتضمن الأدوات التقليدية مثل العقارات وأيضا الأدوات غير التقليدية مثل صناديق التحوط ونحافظ على التوازن في نفس الوقت؟ دينا، دعينا نتفق على المبدأ Don't put all your eggs in one basket. لا تضع كل استثماراتك في سلة واحدة. طارق، عندما يفكر مستثمر في تكوين محفظة ما، هل يوجد نموذج أمثل لكل نوع من المستثمرين؟ أولا لنبدأ من تصنيف المستثمر أو البروفايل الخاص بهذا المستثمر. ما هي أهدافه؟ ما هي درجة تحمله للمخاطر؟ هذا يقودنا إلى التصنيف الأمثل الذي يتماشى مع أهدافه وملاءته المالية التي تدخل في صلب قدرته على تحمل المخاطر. يعني التنوع في محفظة ما أو الدايفرسيفيكيشن يشكل حماية القصوى ضد الانتكاسات المحتملة في أسواق الأسهم والسندات، بحيث يوفر للمال ملاذا آمنا في واحد أو أكثر من الأدوات الاستثمارية، لا سيما في ظل ما يعرف بالنيجاتيف كورليشن بين الأسهم والسندات مثلا، حيث أن التاريخ يبين لنا أن هنالك علاقة عكسية بين هذين السوقين. فعلا ارتفاع أسواق الأسهم يتزامن دائما مع تراجع في أسواق السندات، إذن المفتاح هنا هو التنويع لتحقيق الربح. تحقيق الربح مع الحفاظ على مستوى المخاطر المناسب والمقبول لكل شخص على حدة. هذا هو الشيء الرائع في عملنا. عملية الاستثمار ليست مسألة حسابات، علم أرقام أو دراسات اقتصادية فقط. الموضوع يتعلق بالتركيبة النفسية والاحتياجات الاجتماعية لكل فرد على حدة. لذلك العلوم المالية هي علوم إنسانية بامتياز. كلنا نريد ربح أكثر ابتداء مني ومنك، لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى الضوابط الأساسية لكي نتجنب أي خسارة يمكن حدوثها. طارق، أنا شخصيا لا يعني أمانع في تحمل بعض الخسائر، أعتقد أنني لدي قدر من الشجاعة، لكن لا أتخيل ما الذي يجعل بعض المستثمرين يغامرون لأقصى الدرجات وما قد يستتبع ذلك من خسائر فادحة في كثير من الأحيان. هذا لأن ما تصفينه يا دينا كمغامرة شديدة المخاطر قد لا تشكل مخاطرة ذاتها بالنسبة لسائر الناس. يعني المطلوب هو تفهم مستشارك المالي لقدرتك الحقيقية على فكرة خسارة جزء من رأس مالك من أجل تحصيل ريع معين، وهذا يتم بعد دراسة وضعك المالي بدقة. يعني القاعدة هنا more risk more return، أو المخاطر الأعلى ستأتي أيضا بالأرباح الأعلى. طبعا more risk more return، لكن بالمقابل وفي حالة انتكاسة في الأسواق الأكثر تكلفة